أسعد الله صباحكم بكل خير. الحقيقة انتظرت عدة أيام أتابع الضجة المثارة حول فيلم حياة الماعز، والحقيقة أنا بطلع في هذا الفيديو ليس بأي منصب من المناصب اللي أنا بشغلها، لكن بتكلم ككاتب صحفي وكمواطن مصري. الحقيقة أن هذا الفيلم بكل المعايير هو إساءة للمملكة العربية السعودية، لكن دعونا ننتقل إلى التفاصيل. أولا، الفيلم قصة واقعية حقيقية بترصد سلبيات نظام الكفيل، ولكنها تعود إلى السبعينيات، لذلك لا يخفى علينا أن المملكة العربية السعودية والعديد من الدول قامت بتعديلات كثيرة جدا على نظام الكفيل لصالح العامل، أي عامل. الحاجة الثانية، السعودية عدد سكانها 40 مليون، فكيف لحادث فردي أو حوادث فردية أن تكون كافية للحكم على الدول؟ ثالثا، المملكة العربية السعودية تستقبل بكل ترحاب سنويا ملايين الملايين من المسلمين من كافة أنحاء العالم في الحج والعمرة وطوال العام لزيارة بعض الأماكن الأخرى المقدسة، مثل طبعا المدينة المنورة وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد الرسول وغير ذلك. لذلك هذا الفيلم انا بعتبره اساءه بالغه للمملكه العربيه السعوديه. طب لو جينا للهند، الهند مشهوره ان هي بلد اقتصاد السياح، حاليا السائحه فرناندا اللي بتبلغ من عمر 28 عاما كانت هي وزوجها وكانوا في شرق الهند، اغتصبهم 7 شباب، تم القبض على 4 وبقي 3. وفي عام 2013 حدث تراجع كبير جدا في زيارات السياح للهند بسبب ايضا حادث اغتصاب شهير، حادث اغتصاب لبريطانيه طالبه جامعيه، وحادث اغتصاب لسيده سويسريه، والاف الحوادث. ف ممكن على نفس المنوال نقول الهند بلد اغتصاب السائحات، يعني لكن دي نعتبرها حوادث فرديه. وبالتالي هذا الفيلم فعلا بنعتبره إساءة للسعودية، لكن طبعا لا يؤثر على مكانة المملكة العربية السعودية في العالم العربي وفي العالم الإسلامي. هنتقل إلى حاجة أخرى. في بعض الناس يعني بتعتبر بتاخد من هذا الفيلم منطلق للهجوم على المملكة العربية السعودية، لذلك نقبل مثل هذا الهجوم كمثقفين وكأنا كمثقف وككاتب صحفي محب للمملكة العربية السعودية، وأعترف وأؤكد أن نظام الكفيل طبعا نظام حدث به سلبيات كثيرة جدا جدا، وأنا شايف النظام يعني ليس عادل، لكن لا يخفى علي ولا يخفى عليكم التعديلات اللي حصلت فيه إلى حد كبير. طيب نيجي بقى لجزئية الفنان العماني الأستاذ طالب محمد. طيب الفنان العماني بيقول إن هو دخل العالمية وكده وبهذا الفيلم، من حقه إن هو يشارك في فيلم عالمي، ومن حقه إن هو يتحدث عن إن ده مجد شخصي، بس أنا شخصيا بطالبه بفيديو يؤكد فيه احترامه وتقديره للمملكة العربية السعودية، لأنه قال إن بعض الشخصيات بتسعى للواقعية وغير ذلك. أنا أطالبه أن يؤكد في فيديو حتى لا يفتح الباب أمام وجود واقعية بين دولتين عزيزتين علينا، هم المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. طبعا معروف أن سلطنة عمان دولة المواقف الراسخة والمواقف الثابتة، ومعروف ان سلطنة عمان دولة لها مواقف دائما محل احترام وتقدير، سواء منذ القائد العظيم السلطان قابوس عليه رحمة الله، او جلالة السلطان هيثم سلطان عمان الحالي هيثم بن طارق سلطان عمان. وبالتالي أنا بعتبر أن العلاقة بين السعودية وسلطنة عمان أكبر من مثل هذا الموقف، لذلك أطالب هذا الفنان الذي أحترمه ببيان وافي يؤكد فيه احترامه وتقديره للمملكة العربية السعودية. هذا كل ما رأيت أن أقوله عن فيلم حياة الماعز، وأقول للمملكة العربية السعودية يعني يا جبل ما يهزك ريح.